حاسس حالك تعبان والدنيا نص ليل وما في حدا فاتح الا الطوارئ، شو رايك نروح الطوارئ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف وهي قناتي مذكرات ممرض، بنحكي فيها عن التمريض مهنة العظماء وبنكمل في سلسلة الحياة في قطر. اليوم بدي أحكي لكم لو أنت مريض وبدك تروح على الطوارئ كيف بدك تتعامل أو كيف بدك تتعالج في هاي الدولة. أول نقطة لازم تركز عليها إنه عشان تروح على الطوارئ لازم تكون حالتك طارئة. أنا ما بحكي نكتة عن جد، عشان تروح على الطوارئ لازم تكون حالتك طارئة. لأنه أنا قبل ما أجي على هاي البلد اشتغلت 12 سنة في طوارئ مستشفى حكومي، وكنت أشوف 2000 مريض باليوم، منهم 1900 رشح وإنفلونزا. هون لو كانت حالتك ما بتستدعي الوجود بالطوارئ بكل بساطة الدكتور راح يقول لك حالتك حالة مركز صحي، بتروح على المركز الصحي اللي جنب باب بيتك، ما فيش قدرة بالكون بتخليه يستقبلك إذا أنت مرشح أو مفلوز أو إشي بسيط زي هيك. طبعا الستاندرد هون عالي، فالطبيب في الطوارئ أخصائي طوارئ وليس مقيم وليس طبيب عام. بدك تروح على الطوارئ قدامك حلين، يا بتروح بسيارتك أو بتاكسي، الحل الثاني تطلب الدفاع المدني. طبعا الدفاع المدني هون سريع، متعلم، متدرب على أعلى مستوى، عنده ستاندرد فظيع بالشغل، ماخذ الاعتمادية لثلاث مرات يعني 9 سنوات على التوالي. مراكز الدفاع المدني موزعة بالتساوي ما بين مدن ومناطق قطر، بحيث انه اي انسان مواطن او مقيم طلب الدفاع المدني خلال 5 دقائق يكونوا وصلوا. لو انت رايح على الطوارئ مع الدفاع المدني، الدفاع المدني بروح على المحاسب او على الكاتب، بسجلك وبعمل لك ملف وبعطيك الورق وبروح بعد ما يسلمك للممرض بالتفصيل. ممل طبعا. دخلت على الطوارئ، الطوارئ مقسمة، في طوارئ رجال لحال وفي طوارئ نساء لحال وفي أطفال لحال وفي كريتيكال أو حالات حرجة لحال. الرجال مقسمة نصين، الطوارئ الرجال الخليجي لحال والرجال الغير خليجي لحال. النساء نفس القصة، في غرفة اسمها ميل ايرجنت وفي غرفة اسمها فيميل ايرجنت. أيام البشير كان عندنا شيء اسمه العناية المتوسطة، اللي هم المرضى اللي مش عارفين بلزمهم دخول ولا لا، فبقعد فوق بقعد له ساعتين، أخذ له علبة جلوكوز، راح الوجع بروح، ما راحش بدخله. ملاحظة مهمة، الميل للميل والفيميل للفيميل، يعني أنت مريضة أنثى لا يمكن تلاقي رجال قاعد في طوارئ النساء بستنى إنه يقيس لك ضغطك أو يغزل لك إبر، كلهم جوا بنات، وزوجك ممنوع يدخل معك لأنه هذا قسم نساء. برضه قسم الأطفال أو طوارئ الأطفال يعتبر قسم نساء، الأم لازم تدخل مع البيبي، الأب ممنوع. لو انت موظف في مؤسسة حمد الطبية يعني اي مستشفى في قطر، في اشي اسمه الستاف كلينيك او عيادة الموظفين، المفروض تكون هي اللي حولتك على الطوارئ. هاي عيادة الموظفين الها فيديو لحال استنى. من الميزات هون في قطر في الطوارئ انه لو تأمينك منتهي تقدر تجدده من الكاشير تبع الطوارئ. هون البطاقة الصحية او التأمين ما بكون مكتوب عليه تاريخ الانتهاء، بتطلع هالبطاقة بتضل في جيبتك طول العمر، بس لما الدكتور او الممرض او المحاسب يدق اسمك على السيستم بيبين عنده انه البطاقه شغاله ولا لا، ما هي كل سنه بتتجدد. فلو عارف انه تامينك منتهي بكل بساطه بتروح على الكاشير تبع الطوارئ او المركز الصحي او اي كاشير في وزاره الصحه، بتقول له هي 100 ريال كبسه زر، خلص تجددت لكمان سنه. ولا بتروح على التامين الصحي ولا بيقولوا لك ارميهم عنا وارجع لنا بعد بكره، ما فيش كل هالقصص. ولو ضاع التأمين الصحي بتقدم على منصة أونلاين اسمها صحتك، وثاني يوم بتروح تستلمها أو بيبعتوا لك إياها بالبريد. طيب نرجع لقصة الدفاع المدني. أنا ما جيت مع الدفاع المدني، جيت بسيارتي. أول شيء بتدخل على الدكتور، بشوفك بيعرف شو اللي بيوجعك، بقرر يستقبلك ولا لا. إذا قرر إنه يستقبلك بتروح السجل بتسجل حالك، بعديها بتقعد في الانتظار في غرفة اسمها الترياج اللي هم اللي بصنفوا المرضى، بأخذ ضغطك، طولك، وزنك، حرارتك إلى آخره، بسألك شو اللي بوجعك، شو عندك أمراض من قبل، عندك حساسية من أدوية إلى آخره. بعدين بقرر أنت مستوى الخطورة عندك 1 2 3 4 5، طبعا 1 اللي هو أخطر إشي و5 أتفه الأشياء اللي هي رشح وإنفلونزا وغيره. فإذا كنت 3 أو 4 بتضل بالطوارئ، 5 بتروح مركز صحي، 1 أو 2 بتطلعك فوق على الحالة الحرجة. طبعا تصنيف الترياج للمرضى بيتم حسب خطورة الحالة، يعني وانت قاعد صار لك ساعة بتستنى، اجا واحد تعبان اكثر منك بصير هو الاول وانت الثاني، عالج الدكتور روح المريض وانت قاعد، اجا واحد ثاني بعد ما استنيت ساعتين حالته خطيرة اكثر منك برضو بصير هو الاول وانت الثاني، ممكن تقعد 4 ساعات في الطوارئ عادي جدا. هذا الحكي يمكن انت تتضايق منه، لكن لو انت اكثر واحد تعبان
راح تعرف شو معنى انه الناس يتقدموا عليك وانت قاعد بتموت. المهم لنفرض انه ما في غيرك بالطوارئ او الناس اللي تعبانين اكثر منك الدكتور عالجهم وخلص. بيناديك الدكتور بفحصك بيسألك ايش اللي بوجعك، بيسحبوا لك دم بودوك على الاشعة، تستنى لما كل هاي النتائج تطلع ويشوف الطبيب، يا اما بقرر دخول يا اما بقرر تروح البيت يا اما بكرة الصبح بتروح على العيادات الخارجية. لو انت وضعك مستاهل بكتب لك الدكتور اجازة مرضية. طبعا الإجازة من طبيب الطوارئ في قطر 2 كحد أقصى، بدك أكثر من هيك بتروح على العيادات الخارجية. هذا شكل الإجازة في قطر، طلع كيف بتيجي مطبوعة طباعة، ما في داعي تكتب أو تعدل وما في طريقة أنك تزور فيها حرف واحد. شايف هذا المربع، هذا الكيو آر كود، بكل بساطة بتأخذ الورقة لمديرك بالشغل، بيمسك تلفونه بيعمل سكان أو بصور هذا الكيو آر كود، فبيفتح له موقع وزارة الصحة، بيشوف اسمك رقم ملفك واسم الدكتور اللي أعطاك الإجازة وليش أعطاك الإجازة وإمتى بتنتهي الإجازة. طبعا إذا رحت أخذت من العيادات الأخصائي هناك ممكن يعطيك 5 أيام أو أسبوع، والاستشارة أكثر من أسبوع. إذا كان الموضوع تبعك موضوع حادث سير أو واحد ضربك أو كذا ممكن يعطوك تقرير قضائي برضه، وإذا كانت إصابة عمل برضه بيعطوك تقرير قضائي عشان فيما بعد في تعويض بدل إصابة عمل أو شيء كثير بتلزمك. لو عندك أي جرح من أي نوع في مطعوم اسمه الـ ATS، الطوارئ بتعطيك أول جرعة وبيعطوك كرت صغير مكتوب فيه كمان شهر الجرعة الثانية تأخذها من أي مركز صحي، وكمان 5 أشهر الجرعة الثالثة برضو من المركز الصحي. ممكن يحولوك للعيادة للغيار إذا كان جرح أو حرق أو كسر، راح يحولك حروق أو عظام على أساس يغيروا لك كل 2 أو 3. بعد هيك بتروح الصيدلية بتصرف الدواء، بما إنه معك تأمين راح يكون إشي بسيط 5 ريال 7 ريال 12 ريال إشي زي هيك، وبعديها بتروح البيت الحمد لله على السلامة. المرة الجاي راح أقول لك لو بتراجع العيادات الخارجية إيش راح يصير معك. لو عجبك الفيديو لايك للفيديو، عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول. كل عام وانتم بخير، رمضان مبارك، السلام عليكم.